السلام عليكم. اليوم ان شاء الله حلقتنا حلقة جديدة، حنوريكم الفول في بداية التزهير، وان شاء الله حنتكلم عن كل المعاملات اللي لازم نقوم بها في هذه المرحلة. فطبعا اتمنى قبل ما نبدأ حلقتنا تعملوا اشتراك القناة ولايك لو عجبكم الفيديو، واتمنى تشاهدوا الخطوات بالتفصيل. طبعا مثل ما تلاحظ امامكم هذا الفول الاخضر اللي زرعناه في بداية التزهير، لو لاحظنا امامكم طبعا في نباتات بدأت تزهر، وهذه طبعا ازهار الفول مثل ما تلاحظ امامكم. طبعا هذه البداية، لانه طبعا بعد اسبوعين او 3 اسابيع النبات حيزيد في النمو، وكذلك حتزيد الازهار مثل ما تلاحظ امامكم، لانه طبعا النبات ما زال صغير. لو لاحظنا امامكم طبعا يعني ممكن الشتلة توصل ل 70 سنتي او 80 سنتي اذا كانت الحرارة عالية. فطبعا هذه البداية. طبعا اول شيء لازم نقوم به في هذه المرحلة انه احنا بنعزق التربة او بتم حراسة التربة في هذه المرحلة، يعني مثل ما تلاحظ امامكم، عشان طبعا ازالة الحشائش اللي بتنمو بجنب ساق الفول. وثاني حاجة انه لازم نوصيكم على ان احنا لازم نتفقد النبات او نراقب الاوراق النبات كل يوم، لانه طبعا في حشرة المن اللي بتكون مزعجة للنبات، فلازم احنا نتخلص منها. لو لاحظنا منكم مثلا على سبيل المثال هذا طبعا انصابت بحشرة المن، فاحنا قمنا بمعالجتها لو لاحظنا منكم، وطبعا الحمد لله ما فيش اصابات مرة اخرى. فاحنا لازم نراقب اوراق الفول الاخضر حتى يعني ما يحصلش اصابات في الاوراق. لو لاحظنا امامكم هذا الفول الاخضر. طبعا هذم الخطوتين الرئيسيتين او يعني الاساسيتين اللي لازم نقوم بها في هذه المرحلة. وثالث حاجة انه احنا لازم نمتنع منع يعني بتاتا عن التسميد البوتاسي او الازوتي في هذه المرحلة. بنكتفي فقط بري النبات بالماء كل 5 ايام او على حسب حالة النبات. يعني لو لقينا التربة يعني مثل ما تلاحظ امامكم مبلولة ما نرويش، ولو لقينا التربة ناشفة يتم الري بالغمر كذلك. وان شاء الله في الحلقات المقبلة ان شاء الله حنتابع النبات، وحنتابع ان شاء الله التسميد لغاية الحصاد. وفي النهاية أتمنى تعملوا اشتراك القناة ولايك للفيديو، وإن شاء الله ملتقانا في الحلقات المقبلة، وإن شاء الله هنتابع كل المحاصيل بالتفصيل. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.